في مطلع الخمسينيات من القرن المنصرم عاشت إيران مرحلة تاريخية مهمة أثرت وبشكل كبير على مسار هذا البلد، حينما وصلت حدة الصراع على السلطة ما بين شاه إيران والحركة الوطنية بقيادة محمد مصدق إلى أوجها، وخاصة بعد دعم الولايات المتحدة وبريطانيا للشاه في انقلابه على حكومة مصدق عام 1953، ما دفع ذلك بمجموعة من شباب الحركة الوطنية إلى تأسيس منظمة فتية عام 1965 مساندة لأفكار مصدق، تبنت شعار إسقاط نظام الشاه وإقامة نظام ديمقراطي في إيران، سميت منظمة مجاهدي خلق. منظمة مجاهدي خلق تأسست 1965، وكانوا من شباب مؤسسي المنظمة محمد هنيف نجاد وسعيد محسن وعلي أكبر علي أصغر بديء زادقان. هؤلاء الثلاثة كانوا من تيار الشباب لنهزة آزادي، ونهزة آزادي كان امتدادا للجبهة الوطنية بقيادة الدكتور محمد مصدق المرحوم، الذي كان قاعد تعميم النفط الإيراني والحكومة الوطنية الوحيدة المنتخبة في خمسينات. بعد مرور حوالي 51 عاما على تأسيس مقاومتنا في منظمة مجاهدي خلق، نستطيع أن نفتخر بأننا نعد الحركة السياسية الشعبية الوحيدة الحقيقية والمتبقية في الشارع الإيراني منذ تأسيسها إلى الآن، والتي قارعت نظام الشاه واستمرت في النضال ليومنا الحالي. محمد شاه بهلوي كان يتمتع بالقوة والهيمنة على الشعب من خلال أجهزته الأمنية والاستخباراتية السافاك، والتي كانت مدعومة هي الأخرى من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA. فقد نجحت تلك الأجهزة في عام 1972 من إلقاء القبض على معظم قيادات منظمة مجاهدي خلق، ومن ثم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم جميعاً سوى واحد منهم كان أصغرهم سناً، وقد خفف عنه الحكم إلى السجن المؤبد، وهو مسعود رجوي الذي أصبح لاحقاً زعيماً للمنظمة. منظمة مجاهدي خلق طبعا بدأت حياتها سرية، وكانت وبقت سرية حتى 1971، وخلال هذه الفترة وبعد خاصة بعد 1971 عندما صار صوت المنظمة عالي جدا بسبب جلسات المحاكمات للمؤسسي والكوادر المركزية، أصبح إقبال جماهيري كبير جداً خاصة بين الشريحة المثقفة للمجتمع الإيراني. وأتذكر جيداً كثير من الرجال الدين الذين هم الآن في السلطة، خاصة ما يسمى بولي الفقيه علي خامنئي، كان في مشهد، وهذا مدينتي أيضاً، مدينة مشهد، وكان آنذاك هو ملا أو رجل دين من درجة الثالثة، كان إمام لإحدى الجوامع جامع إمام حسن في مدينة مشهد، وكان واعزاً، ولكن كان قد التقى في السبعينات، بداية السبعينات، الشهيد أحمد رضائي، وكان يتحدث معنا ومعي شخصياً كيف كان هو يعني مؤجب كثيراً اعتقادياً بمجاهدي خلق، وخاصة الشهيد أحمد رضائي، أول شهيد لمنظمة مجاهدي خلق. شاه در یک نقطه‌ای در سال 1350 بعد از 3 سال که از في عام 1972 دهمت القوات الأمنية التابعة للشاه منزلنا، واعتقلت جميع من فيه صغارا وكبارا، نساء ورجالا، بل حتى الضيوف الذين كانوا معنا تم اعتقالهم، وتم وضعنا في سجن خاص، ومورس ضدنا التعذيب، وخاصة والدي ووالدتي.
أما أنا فكنت حاملاً وقد وضعت حملي في السجن. اعتقلنا كوننا من أسرة مؤسسي منظمة مجاهدي خلق. زندان بردن و شکنجه های خیلی شدید کردن و سالها در زندان نگه داشتن. خمینی اول می‌خواست ما رو برای خودش. عندما جاء الخميني أرسل في طلبي، لأنني كنت آنذاك معروفة في إيران بأم الشهداء، حيث قتل الشاه 4 من أولادي لأنهم كانوا من مناضلي المقاومة. فحاول الخميني استمالتي إلى جانبه لكسب المزيد من التأييد الشعبي. وعندما ذهبت إليه رأيت في إحدى القاعات مجموعة من الأشخاص مكبلين، وطلب الحراس مني أن أشرف على قتلهم ثأرا لأولادي، ولكنني رفضت قتل الناس دون محاكمات عادلة. وقلت للخميني أخشى أن يعيد التاريخ نفسه من جديد في إيران، وهذا الكلام أغضبه مني. چقدر شور انگیزه که ما امروز باز هم در دانشگاه که شهادتگاه آزادی است سخن از آزادی می‌گوییم. نشعر بأسمى حالات الحماس عندما نتحدث عن الحرية في هذه الجامعة التي نعتبرها مشهداً ومحراباً للحرية. نعم، من دون ضمان الحريات لجميع الأحزاب والأفكار والأقلام لن يكون هناك أي تقدم وأي شعبية للثورة. وهل كان هناك تصور للتقدم في عهد الشاه؟ كلا. وهل نسينا الدور الذي لعبته الصحافة خلال الحكم العرفي والحكم العسكري؟ نعم، لهذا السبب بالذات يجب منع جميع مظاهر القمع والكبت بصرامة. إن أسلوب العصا والهراوات أسلوب مدان، ولا يعني ذلك سوى طبيعة هذه القوى المعادية لحقوق الشعب. ما هي القوى التي تخاف من مناخ الحرية والديمقراطية؟ إنها القوى البالية المفضوحة. وخلال الثورة وما بعدها قامت منظمة مجاهدي خلق بإعادة تنظيم صفوفها من جديد، خاصة بعد خروج مسعود رجوي من سجنه، والذي انتخب من قبل أعضاء المنظمة زعيما لهم، وتم ترشحه في يناير من عام 1980 لخوض الانتخابات على رئاسة الجمهورية. ولكن الأمر لم يكن يروق لمرشد الثورة آنذاك وهو الخميني. قبل قيام 22 بهمن سال 57 قبل الانقلاب بأيام تم الإفراج عن ما تبقى من عائلتي، وشرعنا في الفعاليات السياسية إلى ما بعد الثورة، ودخلنا معترك الانتخابات حيث كنا نؤيد ترشح السيد مسعود رجوي للرئاسة. وكنت مرشحة أيضا من قبل منظمة مجاهدي خلق في الانتخابات الأولى عن دائرة طهران، وكنا نحظى بشعبية واسعة سواء السيد رجوي أو حتى بقية المترشحين من أعضاء المنظمة، وكنا واثقين من الحصول على نسبة كبيرة من الأصوات تمكننا من تشكيل الحكومة. في المعركة السياسية الكبيرة التي كانت في عام 80 عندما ترشح السيد مسعود رجوي للرئاسة في الدورة الأولى، فيا ترى أن جميع الأحزاب السياسية وأيضا الأغليات والقوميات والإثنيات وأيضا الأغليات الدينية كلها أيدت مسعود رجوي لتصبح رئيس الجمهورية. آنذاك خميني خاف من شعبية مسعود رجوي، حيث أعلنت بعد ذلك صحيفة لوموند كتغييم من داخل النظام الإيراني بأنه لو بغي مسعود رجوي في مضمار الترشيح لحصل على ملايين الأصوات من أبناء الشعب الإيراني. هنا خاف خميني وتراجع عن الموقف الذي أعلنه قبل ذلك، وأعلن أنه من لم يصوت لصالح الدستور لا يحق له الترشيح في الرئاسة. وكان واضح أننا نحن لم نصبت لصالح الدستور، لأن هذا الدستور كانت دستور ولي ولاية الفقيه، ونحن كنا نعارض تماما مع هذا الكلام. في سبتمبر من عام 80 و900 و1000
نشبت الحرب بين إيران والعراق، فدخلت جمهورية ولاية الفقيه في الحرب المقدسة كما كان الخميني يسميها. فسخرت جميع الطاقات والموارد البشرية والطبيعية للدولة في ضخ جبهات القتال بالمقاتلين والسلاح والمؤن. وفي هذه الأثناء وقفت منظمة مجاهدي خلق على مفترق طرق، عليها أن تحدد موقفها من الحرب إما معها أو ضدها. لكنها ورغم عمق الخلافات بينها وبين السلطة الجديدة قررت المشاركة بقواتها وفي صفوف مستقلة في الحرب إلى جانب الجيش الإيراني ضد القوات العراقية. أثناء الحرب الإيرانية العراقية أيضا حقيقة كان واضح بالنسبة لنا أن هذه الحرب سياسيا كان النظام خميني، وخميني شخصيا كان المسؤول عن بداية الحرب، وهو الذي هم الذين محدوا الأرضية السياسية لنشوب هذه الحرب. صحيح أن العراق أيضا ارتكب خطأ كبيرا حيث قام بالهجوم العسكري على إيران، لكن نحن كان موقفنا واضح جدا. موقفنا كان أننا لما كانت القوات العراقية على الأرض الإيرانية نحن كنا نعارض احتلال بلدنا ووطننا من قبل العراق، لذا خذنا في صفوف مستقلة لنقاتل المحتلين. لكن بعد عامين كما تعرفون في الصيف من عام 82 العراق أعلن رسميا أن سحب قواته من الأراضي الإيرانية. منذ ذلك اليوم نحن أعلننا أنه من الآن فصاعدا ليس هناك أي مبرر وطني لهذه الحرب، وكلما استمرت الحرب الإيرانية العراقية تستمر لصالح بغاء نظام خميني للسلطة ولسهل الغمع في إيران. لكن الأمر لم يدم طويلا حينما اشتدت وتيرة الخلافات بين الخميني والمنظمة إلى أن وصلت حد التصادم في حزيران من عام 81، عندما خرج قرابة نصف مليون شخص في العاصمة طهران بدعوة من المنظمة للاحتجاج على القمع والبطش من قبل النظام تجاه مطالبها. أما الخميني فلم يتأخر في الرد كذلك، أمر بإطلاق النار على المتظاهرين مما أدى إلى قتل وجرح العشرات من الرجال والنساء واعتقال المئات منهم. وشرع النظام منذ ذلك الحين تنفيذ الإعدامات الجماعية بحق المنتمين لمنظمة مجاهدي خلق ومن يخالفه. تحولت حركة مجاهدي خلق إلى حركة شعبية واسعة الانتشار في مختلف أنحاء إيران، حيث وصل مثلا عدد توزيع نشرة مجاهد إلى أكثر من نصف مليون، كما أن الاجتماعات السياسية التي يشارك فيها غادة الحركة بشكل محدد الأخ مسعود رجبي كان يشارك في هذه الاجتماعات 100 ألف شخص، 200 ألف و 300. وفي آخر مظاهرة التي جرت في طهران العاصمة في يوم 20 من عام 81 شارك فيه أكثر من نصف مليون. هنا شعر خميني مرة أخرى بخوف شديد، حيث شعر بأن النظام هو على وشك السقوط، لذا أمر من خلال الإذاعة الحرس لإطلاق نيران الرشاشات على المتظاهرين، فقتلوا عشرات وأيضا جرهوا مئات واعتقلوا آلاف. ومن ذلك العهد من ذلك اليوم مساء ذلك اليوم بدأت الإعدامات الجماعية. وهكذا أفلت زمام الأمور عن السيطرة ما بين النظام وبين المنظمة، والتي لم تعد بالإمكان التقارب بينهما، خاصة بعد لجوء الأخيرة إلى تبني نهج المقاومة المسلحة ضد النظام. فأضحت شوارع العاصمة طهران مسرحا للتظاهرات والمواجهات العسكرية، وبذلك توسعت هوة الصراع على السلطة، سيما بعد انضمام أطراف أخرى من أطياف الشعب الإيراني وقومياته إلى خانة المعارضين. فتشكل إثر ذلك المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في طهران كمجموعة سياسية شاملة لمختلف التوجهات والقوميات المعارضة لبقاء النظام،
وتم اختيار مسعود رجوي رئيسا للمجلس، والذي تمكن بعد ذلك الخروج من إيران سرا وعلى متن طائرة عسكرية أقلعت من مطار مهر آباد في قلب طهران متوجهة إلى فرنسا، ونقل بذلك قيادة المنظمة إلى المنفى، وليبدأ تاريخ جديد لهذه الجماعة يسجل يومياتهم، سيما أن قاعدتهم الجماهيرية بقت تقارع النظام في الداخل. تسارعت وتيرة الأحداث بين النظام والمنظمة وانحدرت إلى مستويات خطيرة، خاصة بعد مقتل القائد الميداني لها موسى خياباني وأشرف رجوي زوجة مسعود رجوي. وفي المقابل تبنت المنظمة عمليات مسلحة استهدفت أقطاب النظام، كما حدث في محاولة اغتيال الخامنئي بقنبلة موقوتة أثناء خطبة الجمعة أدت إلى شلل دائم في يده اليمنى. في عام 1986 اضطرت قيادة المنظمة في باريس وتحت ضغوطات الحكومة الفرنسية آنذاك إلى ترك الأراضي الفرنسية والتوجه للإقامة في العراق بعد اتفاقها مع الحكومة العراقية على انخراط المنظمة في العمل العسكري ضد طهران انطلاقا من الأراضي العراقية. حينها كانت الحرب قد دخلت عامها السادس بين العراق وإيران، وبعد عام من هذا التاريخ أسست المنظمة جيش التحرير الوطني الإيراني بقوام 10,000 مقاتل، ومنحتهم الحكومة العراقية مساحة واسعة من الأراضي في شرق البلاد لإقامة معسكرهم، والذي سمي بمعسكر أشرف تيمنا باسم أشرف رجوي زوجة زعيم المنظمة الراحلة. Nous considérions les activités du Conseil national de la résistance avec كانت العلاقة بين فرانسوا ميتيران ومجلس المقاومة الإيرانية جيدة، وبعد 4 سنوات من قدوم رجوي كان هناك انتخابات فرنسية وقد خسر ميتيران، وأتت حكومة جديدة برئاسة جاك شيراك، وهنا الأمور تغيرت لأن جاك شيراك ومن حوله كان لهم نظرة مختلفة عن دور ونشاط المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ولذا تبنى معاملة أقل تسامحا مع المقاومة الإيرانية وربما غير متسامح بتاتا، وترجم هذا بإصدار قرار ترحيل مسعود رجوي وإخراجه من فرنسا. وقتها كان شيراك يتفاوض لتحرير رهينة فرنسي في لبنان كان مختطفا من قبل الإيرانيين، وبفضل وسيط كان يتم التحاور، ووعد بأن يعطي مميزات لإيران. بعد عامين من تأسيس جيش التحرير الوطني الإيراني ومشاركته الفاعلة في الحرب ضد الجيش الإيراني، وافق الخميني على وقف إطلاق النار عام 88، وتوقفت الحرب فعليا بين البلدين. لكن جيش التحرير خاض عملية عسكرية مهمة تمكن من الدخول 170 كيلومترا داخل العمق الإيراني، ولكن وبسبب امتناع العراق من تأمين غطاء جوي لقطعات هذا الجيش لم يتمكن من الزحف أكثر، فتقهقر عائدا نحو الأراضي العراقية. ومثلت هذه العملية جرس إنذار لخطورة هذا الجيش على نظام ولاية الفقيه، لذا جاء ردة فعل الخميني قاسية جدا على المنظمة حينما أفتى بقتل ما يقارب من 30,000 معتقل وسجين سياسي أغلبهم من مؤيدي وأنصار المنظمة في الداخل، ردا على تلك العملية فاعتبرت نكسة تاريخية في مسيرة المنظمة. دعوای مردم و مقاومت ایران با خمینی بر سر آزادی بود و ولی اون دجالانه
مطالب المقاومة الإيرانية من الخميني كانت من أجل تأمين الحرية للشعب، ولكنه وبدجل منه حول المسألة إلى صراع بين الإسلام وبين مخالفيه. ويجب أن نعلم بأن مجاهدي خلق لم يكونوا مخالفين للإسلام، بل هم مسلمون، لكن الخميني أطلق عليهم اسم المنافقين وشن ضدنا حملة إعدامات واسعة قتل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين عام 88، حيث وخلال تسجيل مسرب لمنتظري مساعد الخميني آنذاك كشف عن اعتراضه على هذه الإعدامات، فأحدث التسجيل صدمة كبيرة بين الأوساط كافة. إلى يومنا هذا أعدم النظام أكثر من 120 ألفا من أبناء الشعب الإيراني منذ مجيئه إلى السلطة من 38 عاما، فأهلك الحرث والنسل. هنا صور لعشرات الآلاف من المعدومين وبينهم أختي الصغيرة التي كانت تبلغ 24 عاما حينما أعدمت بتهمة الانتماء للمقاومة في مجزرة السجناء السياسيين. جمدت المنظمة جل نشاطاتها بعد مجزرة السجناء السياسيين لغاية عام 93 من القرن الماضي، حينما اختار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، والتي أصبحت حينها زوجة لمسعود رجوي، رئيسة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. تعاقبت السنوات والأحداث في العراق وإيران، وانعكس ذلك بشكل مباشر على القابعين داخل أسوار معسكر أشرف. أما قيادات المقاومة فكانت قد استأنفت نشاطاتها من العاصمة الفرنسية باريس. ولا شك بأن عام 2003 كان الأكثر تأثيراً على واقع المقاومة الإيرانية ومسيرتها التاريخية، حينما أسقطت بغداد من قبل الولايات المتحدة. عندها وقعت المقاومة بين مطرقة المحتل الجديد وصندان الحكومة العراقية الجديدة أيضاً والموالية لطهران، قلباً وقالباً. أنا ولدت في معسكر أشرف، ولا يمكن وصف أشرف بكلمات أو ببعض الجمل. كان أشرف مدينة متكاملة يعيش فيها شعب استطاع أن يصنع لنفسه وطناً مصغراً داخل أسوار هذا المعسكر. ولكن بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق وتشكيل الحكومة العراقية، تم التضييق علينا كثيراً بحيث أصبحنا سجناء داخل المعسكر. سنوات عجاف عاشتها كوادر وأعضاء المقاومة في العراق خلال أكثر من عقد من الزمن، بدأت من قيام الإدارة الأمريكية في العراق بتجريد معسكر أشرف من السلاح. حينها أصبح المعسكر وسكانه في مرمى القوات العراقية التي شنت أكثر من مرة هجمات مسلحة دامية على سكان أشرف، أوقعت العشرات من القتلى والجرحى. كانت الهجمة الأولى في عام 2009 ثم الهجمة الثانية في 2011، حيث كان الصباح باكرا حينما اقتحم المئات من الأشخاص المدججين بأنواع مختلفة من الأسلحة والعربات المدرعة والمصفحة، كانوا تابعين للمجرم المالكي وكانوا من فيلق القدس الإيراني، لأنهم كانوا يتحدثون معنا باللغة الفارسية وبدأوا بإطلاق النار على سكان أشرف بشكل
عشوائي. كانوا يريدون السيطرة على المعسكر، ولكن تصدى لهم السكان بشجاعة رغم أنهم كانوا عزل، وللأسف سقط منهم العشرات من الشهداء والجرحى، وأنا كنت من الجرحى، حيث أصيبت يدي اليسرى وأماكن أخرى من جسمي بانفجار قنبلة يدوية رميت علينا من قبل المهاجمين. تدخلت الأمم المتحدة لحماية السكان في أشرف، فوقعت اتفاقيات مع الأسراف المعنية بذلك، وبموجبها تم نقل السكان قسراً إلى معسكر آخر قرب مطار بغداد الدولي بغرض نقلهم إلى خارج العراق، سمي بمعسكر ليبرتي. ولكن تأخر الأمر لسنوات أخرى وهجمات مسلحة أخرى أيضاً من خلال القصف بالصواريخ دفع أعضاء المقاومة خلالها العشرات من الضحايا الجدد، حتى تمكنت قيادتهم أخيراً التنسيق مع دولة ألبانيا لاستقبال أعضائها العالقين في مخيم ليبرتي، وتمكنوا فعلاً من الخروج جميعاً من العراق عام 2016، وبذلك انكسر القيد من معصم المقاومة الإيرانية التي استأنفت نشاطاتها السياسية سواء في الداخل أو الخارج، ونظمت التظاهرات التي عمت العواصم الأوروبية وسعت إلى كشف خفايا النظام في المحافل الدولية، كما نجحت أيضاً في تنظيم مؤتمرها السنوي العام في العاصمة باريس بحضور أكثر من 100,000 من مناصريها والمئات من الشخصيات السياسية من مختلف الدول. وكانت رسالتها الأبرز للعالم أنها المؤهلة لإسقاط النظام في طهران إذا ما هيئت لها الإمكانات، بل وتكون البديلة.